مشوارنا وصل للنهاية، وصل للصليب. تأملنا خلال هذه المسيرة كيف بدنا نتبع الرب، ولكن الاتباع ما بيتم بدون حمل الصليب. اليوم رسالتنا في عالم مليء بالخوف والحزن إنه نحمل صليبنا، ولكن نحمله بفرح، لأنه واثقين وعارفين إنه اللي حمل الصليب قبلنا تغلب على هذا الخوف والحزن والموت وقام. اليوم روح عند الرب ما تخاف، اطلب منه إنه يساعدك على حمل صليبك. أسبوع مقدس مبارك.